أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكمة في ورود العدد 77 أكثر من غيره في القرآن الكريم؟ الله أعلم، أنا لا أحبذ ولا أحسن التعلق بهذه الأعداد والاعتقاد فيها أنها تدل على شيء. هذه أعداد تأتي بحسب سياق الكلام وبحسب الخبر الذي ترد فيه، لا القصد إلى الأعداد وأنها تدل على التشاؤم أو تدل على التفاؤل أو غير ذلك مما يعتقده الخرافيون. نعم.